محتاج يعمل تغيير لازم يبدر التغيير، فمش عيب ابدا انه يعمل تغيير في اول ربع ساعه، ومش عيب يعمل تغيير في الدقيقه 40، ومش يعمل مش عيب ابدا يعمل التغيير في اول الشوط الثاني. انا بوجه لهم ان هم يركزوا ويشدوا حيلهم، هم لعيبه رجاله واحنا ظهرهم دايما، وجمهور الاهلي طبعا انت عارفينه يعني ما في دار لعيبته على طول، وينسوا اللي حصل يعني في المباراه اللي فاتت، ونبص اللي جاي ان شاء الله. واتمنى من مارسيل كولر ان هو يبدع في خطته شويه ويقدم احسن من كده باذن الله. بيكون قلبهم على قلب بعض، ويكون عندهم حماس جامد جدا، ويكون عندهم حسن خلق بينهم وبين بعض، ويستحملوا المباراه كويس، ما يتنرفزوش على الخصم، وربنا يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله الاهلي هيغلب ان شاء الله ويعوض بقى اللي احنا الخساره اللي احنا خسرناها قبل كده. بقولهم ان هم ينسوا اي حاجه فاتت خالص، ركزوا بس في الماتش ده لان ده هيبقى مهم قوي بالنسبه لنا. طبعا معروف ماتشات الاهلي والزمالك شكلها ايه. اتمنى من كابتن طبعا كله ان هو ياخد باله من اي حاجه فاتت قبل كده، اللي بيها في الماتش اللي جاي ما يبقاش فيه اي حاجه من اللي احنا شفناها قبل كده. ربنا يكرمهم ويبارك لهم ويرجعوا لنا مجبورين الخاطر ويفرحوا الجمهور الاهلي كله. رسالتي للمستر كولر ان هو يمشي على نفس النهج اللي هو ماشي عليه، لان هو مدرب عظيم جدا، واحنا ما ننساش ابدا ان هو حصل على بطولات وحصل على فوز للاهلي. مش معنى ان هو كل قاعده ليها استثناء، مش معنى ان هو يعني اخفق في ماتش او اثنين ان هو مدرب، لا بالعكس ده مدرب عظيم جدا.